أبو سعاد، يا أبو سعاد. إيه جيت. ليش عم تعيطي؟ شو شايفتيني أطرش يعني؟ يلا الغدا جاهز. يا الله. لك شو هاد يا أم سعاد؟ شو قصتك أنتي؟ خير شوفي. إيه كمان اليوم برغوم. شو بدي أطبق لك يعني؟ أوزي؟ ليش لا؟ ليش لحتى ما ناكل أوزي؟ مناكل أوزي بس يعني جيب مصاري لحتى أطبخ لك كل يوم أوزي. مصاري؟ خلاص خلاص. منيح البرغول. من شو بيشكي؟ نعمة كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو وين سعاد؟ بالوظيفة. ما بقى إلا تجي. ليش ما انتظرناها لكان؟ هي قالت تغدوا. لا تستنوني. ها؟ إجت سعاد. مرحبا. اهلين بابا. اهلين امي. منيح اللي لحقتينا. يلا تقبريني عدي تغدي. لا بس هي اسمها خيانه عظمى. يعني شلون بتبلشوا غدا قبل ما اوصل؟ ولا يهمك بابا، لسه ما بلشنا. يلا تفضلي قبل ما يبرد الاكل. يلا بابا. قريت جريده اليوم بابا؟ لا والله معفن قلبي من الجرايد. بقى اتركي الجريده وعدي كلي. يلا بابا يلا. هلا اتركوا لي الاكل شوي واسمعوا لي هالخبر العظيم. لك امي تغدي وبعدين بتقري لنا اللي بدك اياه. حتى لو كان الخبر المنشور عن بابا؟ نعم. عني أنا؟ يو، وشو جاب سيرة أبوكي للنص؟ شلون شو جابها للنص؟ ما جوزك من أهم المجاهدين اللي حاربوا ضد فرنسا. ذكريها لك بنتي ذكريها. حاكم أمك مو قايمتني من أرضي. هلا اسمعوا شو مكتوب. يبدأ قريباً المخرج نبيل الفاعسي بتصوير مسلسله الجديد محمد الشامي. محمد الشامي؟ يعني أنا؟ سامعة أم سعاد؟ سامعة طلع اسمي. لك سامعة سامعة. خليها تكمل المخلوقة. كملي أمي. وهو يتحدث عن سيرة المجاهد محمد الشامي والذي كان له دور بارز في النضال ضد المستعمر الفرنسي، وحتى الآن لم يتحدد اسم الممثل الذي سيقوم بدور المجاهد الشامي. شو رأيك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا بنتي. الحقيقة أنا مندهش. مندهش تماما. ليش بابا؟ يعني منيح اللي لسه في ناس عم تتذكر محمد الشامي. لأنه معلومك صرت مثل الإرمية القديمة. شو عم تحكي أنت بابا؟ ما أحلى هنو ما يتذكروك. بابا أنت تاريخ وضروري هالأجيال الجديدة تتعرف عليك. طيب وأنا لك بنتي ما راح يحطوني بالمسلسل؟ طبعا أكيد بدهم يحطوكي. يعني معقولة مرت المجاهد محمد الشامي ما يكون لها دور أساسي بالمسلسل؟ طيب مو مكتوب اسم الممثلة اللي بدها تاخد دوري أنا؟ لا مو مكتوب لأنه ما حددوا الأدوار. بس بكرة منعرف كل شيء. يا ريتهم يعطوا الدور لفاتن حمامة. فاتن حمامة بفرض مرة أمي؟ ليش عم تضحكي وليه؟ ولك أنا مرت مجاهد كبير اضرب واطرح. وحدة مثلي لازم تاخد دورها ممثلة كبيرة مثل فاتن حمامة. بعدين تعي لقلي يعني لو كانوا أذكياء كان المفروض يسموا المسلسل باسمي أنا مو باسم أبوكي. وليش بقى؟ يعني مثل فيلم زوجة رجل مهم وأبوكي رجل مهم وأنا مرته. يعني المفروض يكون اسم المسلسل زوجة المجاهد محمد الشامي. لك شو هالحكي اللي عم تحكي أنت؟ شو جنيتي يعني؟ هذا اللي كان ناقص والله. أصلاً أنت شو عملتي فهميني؟ يعني لا رفعتي بارودة بوش فرنسا ولا هربتي عالجبال وتخبيتي هنيك ولا طلعتي بمظاهرة. ما اختلفنا على هالشي. بس نسيت؟ نسيت مين كان ياخد لك الزوادة لما كنت متخبي بالجبل؟ اي والله والله لولاي كنت مت من الجوع وكان لزق قطك بظهرك. ما اختلفنا ما اختلفنا. ولا نسيت لما اندحشت البارودة بقلب الحاف وحطيته باليوك لما اجت الدورية تفتش البيت؟ ما نسيت يا ام سعاد ما نسيت. بس هذا مو معناته انه يسموا المسلسل باسمك ام سعاد. ايه لا سيدي لازم يسموا المسلسل باسمي. لك شو انا حرف ناقص؟ ماما ارجوكي خلصنا بقى. يعني معقوله تتخانقوا من شان هيك شغله؟ المسلسل تسمى وخلص والكلمه الزايده ما لها فايده. اخ يا سعاد على الله يجيبوا انطوني كوين ليمثل المسلسل. انطوني كوين؟ ليش لا؟ سعري بسعر عمر المختار. صحيح بابا بس انطوني كوين مات. شو الحكي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا ريت لحق يمثل لي هالدور قبل ما يتوفى.
مو مشكلة بابا، بسيطة، بيلاقوا غيره، ممثلين كتار. يا ترى مارلون براندو مات هو التاني ولا لساته عايش؟ كل اللي حكيتوه على عيني وراسي، بس ايمتى ممكن نبلش تصوير؟ يا استاذ مثل ما شرحت لك كل شيء صار جاهز، الاستاذ عاصم استكمل النص والانتاج جاهز واماكن التصوير تحددت، بقيان عقبة واحدة. الممثل الرئيسي مو هيك؟ بالضبط، لانه كل الادوار توزعت مع هذا الدور الرئيسي، ما عم لاقي ممثل يناسب هذا الدور. يا حبيبي اسمع استاذ عاصم، معقول هذا الحكي؟ يعني بين كل هالممثلين اللي عندنا ما عجبك حدا؟ يا استاذ مو قصة عجبني او ما عجبني، كل الممثلين بهالبلد على عيني وراسي، بس انا بصراحة عم فكر جيب ممثل بيشبهه لمحمد الشامي. شو رايك استاذ عاصم؟ بصراحة استاذ ممدوح انا ما بحب اتدخل بتوزيع الشخصيات، انا سلمتكم النص وخلصت مهمتي، بس انا شايف انه الاستاذ نبيل معه حق. طيب يا جماعة حدا بيعرف شكل محمد الشامي الحقيقي؟ لحظة يمكن معي صورته، ان شاء الله ما اكون نسيانة. بس عليك شرف استاذ. مين بيشبه يا ترى؟ استاذ عاصم ما في غيرك يخدمنا الخدمة، لأنه أكيد قابلت محمد الشامي وحطيت بذهنك الممثل اللي ممكن يشبهه. بالعكس أنا بحياتي ما قابلته يا محمد الشامي. شو الحكي؟ لك شلون كتبت مسلسل عنه بدون ما تعرف عليه؟ ما لقيت في داعي أبدا، لأنه كل المعلومات اللي بدي إياها أخذتها من رابط المجاهدين. بعدين بصراحة أنا تقصدت هالشي، لأنه إذا بدي قابله وخليه يحكي عن حاله بيجوز يبالغ شوي. معك حق، بعدين في احتمال يكون خرفان ومو متذكر شيء. يا جماعة الله يخليكم، إيمونا من محمد الشامي وخلونا بالممثل هلا، اليوم لازم نلاقي حل هالموضوع، ما عاد في وقت. أستاذ نبيل باعتبارك المخرج، سؤال فني لو سمحت. تفضل. يعني ضروري الممثل اللي بيلعب دور المجاهد محمد الشامي يكون نجم؟ لا طبعا مو ضروري، أنا بيهمني يكون ممثل، ممثل وبس. طيب شو رأيكم كمال الحفار؟ أعوذ بالله ما بيمشي حاله ولا بشكل، بعدين صار مستهلك ومحروق كتير، ويمكن صار لعبان دور المجاهد ضد فرنسا بأكثر من 5 مسلسلات. طيب شو رأيك بعلاء رشيد؟ خطر ببالي استاذ بس استبعدته، لأنه أخونا بالله كبران راسه ورافع مناخيره للسماء، على شو ما عم بعرف. بعدين بصراحة أنا ما بقدر أضبطه وقت الشغل، ولا شو رأيك استاذ عاصم؟ فعلا فعلا هالممثل انتزع من وقت ما أخذ دور الباشا بمسلسل طيني وعطيني. بس يا جماعة لقيتها، شو رأيكم بسالم أبو ريشة؟ أحسنت أستاذ، هذا هو فظاعة كيف كان غايب عن بالي. لا والشبه بينه وبين محمد الشامي كتير كبير. عفوا يا جماعة مين هذا سالم أبو ريشة؟ ولو يا أستاذ ولو، هذا اللي لعب دور المعقد نفسيا في مسلسل هجرة العناكب إلى العناكب. لك هذا اللي لعب دور الحشاش بمسلسل سهرة بزريبة. عفوا كمان ما عرفته، شو بالظاهر الأدوار اللي كان ياخدها صغيرة؟ ايه صغيرة أستاذ صغيرة، هو بالحقيقة ممثل عادي ولهلأ ما صار نجم، بس أنا بتصور إنه الفرصة اللي رح ياخدها هون هي فرصة عمره، ومن بعدها رح يصير نجم. إيه طبعا، لأنه إذا مثل دور المجاهد محمد الشامي رح يرتفع للسماء. أصبح خلص أوكي، أعملوا اللي بتلاقوه مناسب وخبروني، أنا بستأذن. الله معك، مع السلامة. مع السلامة، إن شاء الله يكون رقم مكتوب عندي. نجم الكوميديا الجديد محمد هنيدي لا خلاف مع أستاذي عادل إمام. سالم ما حكوا معك من شركة بيت سحم الدولية؟ مو على أساس بني حكوك بهذا الأسبوع؟ والله ما بعرف، غريب ليش ما اتصلوا. يعني معقول يكون بدهم يعطوا الدور لغيرك؟ لا تستبعدي، كل شيء معقول بيعملوها. يعني دخلك؟ هلأ الدور اللي حكوا معك مشانه كبير؟ ما بو شي، يعني بدك تقولي حوالي 20 مشهد. لك أستي ماشي الحال، نعمة كريم أحسن من بلا. هلا انت لامتى بدك ضل عم تشتغل 20 و30 مشهد؟ يعني سالم حلك تاخذ فرصه كبيره بقى، البركه انت صار لك 20 سنة عم تشتغل بالفن، عدم المؤاخذه سالم انت ما عدت صغير. شو بدي اسوي يعني؟ ماشي الحال الله كريم. الو نعم. اهلا. ايه موجود طبعا موجود، وين بده يروح يعني؟ ايه على عيني تكرم عينك. اهلين المنتج ممدوح الغر. لا الو اهلا وسهلا، تحياتي استاذ غري. يا اهلين وسهلين. كيفك استاذ سالم؟ نشكر الله ماشي الحال. بدي اسالك،
يا ترى مرتبط بشي أعمال بالوقت الحاضر؟ لا لا أبدا ما لي مرتبط بشي. ليش عم تشتغلوا شي هلأ أستاذ ممدوح؟ إيه والله عنا مسلسل جديد اسمه محمد الشامي ورح يخرجه الأستاذ نبيل الفاعسي. إيه صحيح سمعت عنه وبصراحة يعني متمني يكون إلي دور فيه. توقعاتك بمحل أستاذ سالم لأنه إلك دور مهم كتير. بس ما يكون شغلة 20-30 مشهد لأنه بيني وبينك يعني مليت من الأدوار الصغيرة أستاذ. لا لا ولا يهمك الدور اللي عنا أهم بكتير. أنت شرف لعنا على المكتب وبعدين متفاهم. أوكي أستاذ ممدوح بعد ساعة بالكتير بكون عندكم إن شاء الله. أهلين وسهلين الله معك مع السلامة سيدي. عرفتي مين ممدوح؟ هذا ممدوح الغرب تبع شركة معربة. هلا أنت رايح على معربة؟ لك لا شو على معربة رايح على مكاتبهم هون بوتستراد مزي رايح البيس. الله يوفقك. على عيني وراسي أستاذ بس ما قلت لي شو الدور. دور محمد الشامي. محمد الشامي؟ شبك وقفت عود أستاذ سالم. لا بس الواحد يعني سالم بتصور إنه هاي الفرصة هي فرصة عمرك وهذا دور البطولة المطلقة يعني عندك حوالي 500 مشهد. 500 مشهد؟ ارتاح أستاذ سالم. صدقوني يا جماعة أنا ما بصدق اللي عم بسمعه. يا سيدي لازم تصدق منشان تركز معنا ونجهز العقد. شو رأيك أعطيك نسخة عن المسلسل تقراها وتقرأ دورك فيها بعدين نتفق على العقد؟ لا لا أستاذ أنا ما بدي أقرأ شيء خلاص موافق على بياض. يعني معقولة أتدلل على هيك دور؟ عظيم كتير بقدمك تاخد منا على الدور يا أستاذ سالم. لا سالم بدك تراعي كتير الأستاذ ممدوحة. يا سيدي صدقني ما رح أخد شيء وأنا مستعد ألعب هالدور ببلاش حتى اثبت للناس بعد هالعمر اني ممثل ممتاز. ما في شيء اسمه ببلاش بدك تشتغل بدك تاخذ حق تعبك. اصبح طالع لي هالعقد استاذ ممدوح طالعوا لك وانا مستعد وقع لك على بياض وبعدين حطوا انتوا الرقم يلي بتلاقوه مناسب. يا سيدي الله يبارك فيك تفضل سيدي وهي نسخه على العقد. هنوده يا هنوده. اهلين سالم طمني شو صار معك. باركيلي يا هند باركيلي. اللهم اجعله خير على شو بدي بارك لك. وقعت ومشي الحال. ما فهمت عليك على شو وقعت. بتمسكي اعصابك اذا قلت لي لك ايه بمسي. عادي لك عادي. يا ستي اخذت دور البطوله بمسلسل محمد الشامي. لا عن جد عم تحكي يعني بطوله ولا بطوله تانية ولا ثالثه؟ بطوله مطلقه اعطوني دور المجاهد محمد الشامي بالذات. غريبة والله ما عم صدق. ليش أنا اللي مصدق؟ عادي لك عادي. أنا مستغربة إنه هدول الشركة كيف بيغامروا وبيعطوك هيك بطولة قلة نجوم بالبلد. لك وتاني شو عم تحكي؟ ليش بني أنا؟ بشو زايدين عني هالنجوم يلي شايفينهم؟ كلياتهم بديو مثلي بعشرين وثلاثين مشهد هيك لحتى إجت فرصتهم وصاروا النجوم. معلش يا سالم خلينا نكون واقعيين شوي. يعني أنت صار عمرك 50 سنة ولحد هلأ شبه مغمور وما إلك شعبية. عدم المؤاخذة يعني الناس بالزور حتى عم تعرفك بقى شو اللي خلاهم يغامروا فيك ويعطوك هيك دور؟ هو الحق معك تسألي هيك سؤال بس على قولهم أنا بشبه لمجاهد محمد الشامي الأصلي كتير. هلأ فهمت. هلأ شو بدنا بهالحكي يعني سواء كنت بشبه محمد الشامي ولا بشبه محمد علي كلاي المهم أني أخذت فرصة عمري اللي عم بحلم فيها. فعلا يا سالم هاي الفرصة فرصة عمرك وإجت لعندك برجليها لذلك لازم تعرف كيف تستغلها وتلعبها صح. صدقيني رح ألعبها صح ورح أورجي كل الناس مين هو سالم أبو ريشة وبكرة بتشوفي. عفوا أستاذ ممدوح أنا ما بحق لي أتدخل بس يعني عفوا مين هو هذا سالم أبو ريشة لحتى يأخذ هيك دور؟ شو الغلط؟ لا يا أستاذ ممدوح هذا الدور بده نجم كبير لحتى يقدر يحمله. مثل مين يعني؟ لا بس لا متعرفك أستاذ يعني أنا بصراحة توقعت تعطيني هذا الدور لي لأنه على القليلة إذا أخذت الدور أنا فالعمل بيتوزع على أسنيب المحطات العربية ولا ما خطر ببالك هيك شيء؟ ولو يا أستاذ أنت على عيني وراسي بس المشكلة الرئيسية أنك ما بتشبه المجاهد محمد الشامي. لا اسمح لي لك يا أستاذ ممدوح أنه هذا العذر غير مقنع نهائيا لأنه بالمكياج كل شيء بيصير. هلأ خليني أقول لك مثال. مثلا أحمد زكي لما لعب دور جمال عبد الناصر كان بيشبهه شيء؟ لا ما بيشبهه ابنه. وصابرين لما لعب دور أم كلثوم كانت تشبهها شيء هي الثانية؟ كمان ما بتشبهها. ها شفت شلون؟ على كل حال يبدو انك انت متغير معي وما بعرف شو صاير لك او مثلا يعني حابب تسترخص ومستغني الاجر اللي باخده عاده. هذا الحكي ما عاد منه فايده لحنا وقعنا العقد مع سالم ابو ريشه وانتهى الموضوع. ايه الله يوفق انت ادرى بمصلحتك المهم انا عملت اللي علي وحكيت الحكي والحكي كله
مشانك او مو مشاني، انا مالي مصلحه نهائيا، لانه هيك عمل مهم بده نجم مهم، مو سالم ابو ريشه. ليش شو سالم ابو ريشه حبيبي؟ بكره رح يصير نجم وانا رح اصنعه مثل ما صنعت غيره. عفوا استاذ ممدوح، كيف بدك تصنعه يعني؟ يعني مثل ما بيصنعوا النجوم باوروبا وامريكا، يعني عن طريق الحملات الاعلانيه والاعلاميه الضخمه والمدروسه. ممكن اصنع من سالم ابو ريشه نجم حتى قبل ما يمثل الدور. هي فكرتك معقوله كثير، بس يبدو لي انه تنفيذها كثير صعب. اخي قدام العمله وفت المصاري ما في شيء صعب، لانه انا كمان بهمني توزع عملي على كل الدول العربيه، ومستعد اصرف على هالحمله الاعلاميه مليون ليره، واذا اقتضى الامر ممكن ادفع مليونين. يعني من هون لشهر زمان ممكن تشوفوا صور سالم ابو ريشه متصدره كل اغلفه المجلات الفنيه بالوطن العربي، وراح تشوفوه بمعظم البرامج على الفضائيات، وراح ادحش ودهش بمناخير العالم قبل ما يصور عندي مشهد واحد بالمسلسل. بقى شو رايك؟ بس انت هيك يا استاذ ممدوح بدك تحرقه. بالعكس بالعكس تمام، انا عم بصنع وما عم بحرقه. ما بعرف، انا حاسس انه في شغله انت مانك حاسب حسابها. شو هي؟ يعني الشيء اللي عم تزرعه انت هلا بده يجي غيرك يحصده. فهمت عليك، وهي حاسب لحسابها كمان. انا رح وقع مع سالم ابو ريشه عقد احتكار لمده 3 سنوات، يعني انا الوحيد رح اقطف نجوميته واربح من وراه. بقى شو رايكم؟ معلم فعلا معلم. شو هالعلاقه المسطي؟ هلا هيك كاتبين بالجريده؟ ها هنيك محطوط باخر صفحه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ملأوا غير هالممثل ليعطوه دوري؟ بالفعل هزولات يا أم سعاد، يعني كومبارس صغير بده يمثل دور المشاهد محمد الشامي، العمى بيقلبون على القصة يخرب بيتهم. ما بتعرف بابا، بجوز سالم أبو ريشة هذا اللي مو عاجبك ينجح بالدور أكثر من غيره. لا تنسى أنه بأمريكا بيجيبوا واحد من الشارع وبيعملوه نجم. ليش يعني مع النجوم رشيد عساف أو جمال سليمان أو سلوم حداد ما بينجح؟ بينجح، وستين بينجح كمان. بس هذا أكيد سالم أبو ريشة مع واسطة تقيلة أو حدا فرضه فرض من فوق على المسلسل، يا أما بيقرب المنتج مبين الشغلة ما بدأ تفسير منوب. طيب ودوري أنا مين أخدوه؟ هلأ تركينا من دورك أم سعاد، لا تزعجينا عند المساء، إن شاء الله تاخد دورك العفريت الزرق مو مشكلة، لانه انا المجاهد محمد الشامي مو انت. العمى هالحاله الكل بده يتفيا بظلي، وانا مسلم قرعتي للشمس وعم ترقعني رقع وما حدا حاسس فيني. اخ يا ربي اظلني بظلك يوم لا ظل الا ظلك. لا والله يا حبيبي، الاربعاء الجاي ما بقدر، لانه عندي 3 لقاءات صحفيه. نعم كمان الخميس ما بقدر، ايه لانه عندي برنامج على الهواء، ايه اسمه حوار على المكشوف في فضائية بوبي تيل. كمان ما بقدر يوم الجمعة، لا لانه عندي برنامج نجم على الهواء بفضائية MFN. طيب اسمع لقلك، انا حتى ريحك رح اطلب منك هالطلب، اكتب لي انت الاسئلة وبعث لي اياها بالفاكس. ما عندك فاكس؟ ايه خلاص انحلت المشكلة تماما. ايه وانا لما بفضى بجاوبك عليها وبرجع ببعث لك اياها على الفاكس. منيح هيك؟ وهو كذلك. ايه لك حلال المشاكل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا مرحبا فيك. الله معك حبيبي، مع السلامه، الى اللقاء. اوف يا شو هالشغله هي، تارين نجوميه صعبه يا هنوده. إيه هذا لسه ما انعرض المسلسل والصحافه لحقتني على الدعسه، بقى كيف لما بده ينعرض؟ أكيد رح انطوش طوش. انطوش حبيبي انطوش انطوش، وإن شاء الله عمري أنا ما ترضاي. ليش مين وأنا؟ آه مين وأنا؟ ولك مين قليل الذوق اللي عم يرن لي وانا عم تابع مسلسلي؟ هل تفهمون معنى ذلك؟ قالوا نعم. اهلين استاذ نبيل. جيش؟ ايه ايه طبعا طبعا، عم شوف الحلقه. الله يبارك فيك يا رب، او شكرا لجهودك الطيبه. اوكي استاذ، اوكي اوكي، بنحكي مع بعض بعد ما تخلص الحلقه. مع السلامه. يلا معك، مع السلامه.
هذا المخرج نبيل الفاعسي. شو بابا؟ كيف شفت الحلقة؟ ما ماشي ماشي حالة. عملي لنا كاسة شاي بابا. كأني شايفتك مو راضية. ايه والله يا بنتي مو راضيان كثير. ليش بابا؟ لأنه في شغلات كثير مخربطين فيها. مثل شو يعني؟ يعني في واحد عاملينه بطل مع أنه غطى على قلبه لما سمع صوت رصاص، ولما فاق هرب من ساحة المعركة ورجليه بالهواء تخلي. ما بعرف ليش هيك عملوا. لا وفي واحد مغوار وما بيهاب الموت وابن بلد، وهو اللي هاجم الدبابات وخلاها تنسحب قبل ما تفوت على الضيعة وتدمرها، ما جابوا ذكره منوب. يعني لو سألوني يا بابا كنت حكيت له كتير شغلات ما بيعرفوها. لك ليش هيك عملوا؟ شو كانوا بيخسروا؟ ما بتعرف بابا، بجوز دوروا على عنواننا وما لقوا. ولك بنتي لو بدهم ياني كانوا نكشوني نكش من تحت الأرض، بس هن ما بدهم ياني. على كل حال كتر خيرهم اللي تذكروا يعملوا لي مسلسل، لأنه بالنتيجة ما لنا عليهم شيء، والحقيقة فضلوا فوق راسي. والله ونقشت معك يا أبو سعاد. نقشت معي أنا وليش بقى؟ شو ليش بقى؟ البلد كلياتها عم تحكي عن مسلسل محمد الشامي. يعني مسلسل طويل عريض كله عم يحكي عنها. ايش قليلة هي ابو سعاد؟ لا والله مو قليلة يا عمي. لا وشو قال؟ هذا المسلسل مكلفهم حوالي 40 مليون ليرة. هيك سمعت. شو هالحكي؟ 40 مليون؟ شو ابو سعاد؟ ما اعطوك شيء من هال 40 مليون؟ ليك والتاني شلون بيحكي؟ وليش لا يعطوني؟ وشو دخلني انا اصلا؟ لا لي ممثل ولا لي مؤلف ولا لي مخرج. مزبوط، بس لولاك ما كان صار هالمسلسل كله من عين اصله. ليش فكرك يعني قليل اللي عم يربحوه منه؟ ما شاء الله، وكان عم ينعرض بخمس ست محطات فضائيه بنفس الوقت. اسيدي الله يرزقون، انا مالي معهم شيء. يعني ما احلاني والله على اخرة عمري روح اقول لهم اعطوني مصاري لانه عملت قصتي مسلسل. قسما عظما ما اعمل هيك لحتى انزل من عيون هالامم اللي اشتغلت بالمسلسل. ما احلاني وعاملها والله. لك سيدي تصطفن انت حر، واحد غيره كان زنقن من راح الشغله. تعرف والله لو انا بيعملوا قصة حياتي مسلسل ما بقبل اقل من مليون ليره، ليره تنطح ليره. بقى حواليك شي حدا يكتب لي قصة حياتي يا ابو سعاد؟ انت قصة حياتك بتصير اربع مسلسلات مو مسلسل واحد. يا اما مسلسل طويل مثل كاساندرا بعرف الله. النسوان الاربع اللي تجوزته بيطلع منهم 60 حلقة بدون مطمطة. الله عليك. تسلمي لقلبي. على عيني وراسي. الله معك، مع السلامة. شو استاذ ممدوح شو قررت؟ يا ترى حتشارك بناديو التلفزيون تبع المسلسل اليوم؟ ليش انا شو دخلني؟ بالعاده نحن المنتجين ما بنحضر هيك ندوات، نحن بس بندفع مصاري والبروزه لغيرنا، يعني مثل ما بيقولوا المصاري والثقافه ما بيجتمعوا. الله وكيلكم يا جماعه، انا مال قلبي من الندوات والصحافه والتلفزيون والمجلات. لا وكلهم بيسالوك نفس الاسئله، شو انطباعك؟ شو رايك؟ شو اقتراحك؟ شو شعورك؟ كم ولد عندك؟ شلون مرتك بالبيت؟ معلش استاذ، هي ضريبة النجومية. يعني فينا نقول هلا انه الاستاذ سالم ابو ريشة صار نجم؟ نجم وبس. يقول سوبر ستار على سن ورمح. استاذ سالم، يا ترى لأي حد تأثرت بشخصية محمد الشامي؟ هو الحقيقة أنا تأثرت بشخصية محمد الشامي كثير، لدرجة إني تقمصتها تماما. يعني كثير من الاحيان بفكر حالي محمد الشامي مو سالم ابو ريشه، وبتصرف على هذا الاساس. حتى الناس لما بتشوفني هلا بالشوارع عم ينادوني محمد الشامي، ليكم محمد الشامي، شوفوا محمد الشامي، شو عمل محمد الشامي، ما عم ينادوني ابدا باسمي الحقيقي ابدا. طبعا هذا دليل كبير على نجاح العمل وعلى محبه الناس لمحمد الشامي، قصدي لحضرتك طبعا. استاذ نبيل، شو ممكن تحكي لنا عن التجربه الاخراجيه بهذا المسلسل؟ أبو سعاد، ليش ما عزموك على هالندوة؟ يعزموني إلي؟ وشو المناسبة لحتى يعزموني؟
شلون شو المناسبة؟ ما المسلسل كله عنك لسه بتقلي شو المناسبة؟ مزبوط بابا، أمي معها حق، يعني كانت لفتة كتير حلوة من هون لو دعوك على الندوة وكرموك. بابا هي الندوة للفنانين وبس، وأنا مو فنان، بس بكرة إذا عملوا ندوة للمجاهدين أكيد ما رح ينسوني. لا والحقيقة يعني أنا مفرت حماسي أثناء تمثيل هالشخصية، مريت بمواقف طريفة كتير. ممكن تحكي لنا شي موقف طريف من هالمواقف؟ إيه على عيني وراسي. في مشهد من المشاهد مفروض فيه إني أهجم على ضابط فرنسي ودق بخواني أو أمصع له رقبته مصر، وبالفعل لما هجمت على الممثل يلي عم يلعب دور الضابط الفرنسي كنت رح أمصع رقبته مصر عن جد يعني، ولولا ما يركضوا عمال الإنتاج ويخلصوا الزلمة من بين إيدي كان يمكن راح فيها. الله قدر الله. لا وفي مشهد تاني المفروض فيني اني الحش حالي عن ظهر الحصان وهو راكب، مشهد صعب صعب طبعا، شو الحكي؟ اي طبعا. واقترح المخرج الاستاذ نبيل الفاعصي الله يوجه له الخير انه يجيب دوبلير للدور بدالي لحتى يلحش حاله. مزبوط، لاني خفت عليه كثير الاستاذ سالم وقتها، بس انا ما قبلت واصريت اني صور المشهد بنفسي رغم خطورته الكبيره، وبالفعل لحشت حالي عن ظهر الحصان مثل الوحش الكاسير. بس ان شاء الله ما تكون تأذيت. للأسف انصبت من هاللحشة، انفكشت أصبعت رجلي وانبرق ظهري واضطريت ارتاح 3 أيام بالبيت. ألف الحمد لله على سلامتك يا أستاذ. يمكن في معنا اتصال. ألو. مساء الخير. أهلين مساء النور، تفضلي. ممكن أحكي مع الأستاذ محمد الشامي؟ إيه تكرمي، شو الاسم؟ مريم بصمجي. ممكن أحكي مع الأستاذ محمد لو سمحتي؟ تفضلي، بس قصدك الأستاذ سالم أبو ريشة، تفضلي. استاذ نحن كتير كتير كنا معجبين فيك، يعني بالفعل انك بطل وبترفع الراس، خصوصي بالمعركه اللي قتلت فيها 3 جنود فرنساويه بالشبريه تبعك. يا ستي الله يخليكي ويحفظك، شكرا كتير، تسلمي لي. وكمان كنا. الو. يبدو انقطع الاتصال. استاذ سالم ممكن نعرف شو جديد حضرتك؟ والله الحقيقه عم نفكر هلا وبشكل جدي انه نحول مسلسل محمد الشامي لفيلم سينمائي، وقريبا اذا الله راد رح نباشر بتنفيذ هذه الخطوه اذا الله راد. فيلم سينما كمان؟ ايه ليش لا. جائزة شو؟ مكتوب هون انه فيلم محمد الشامي اخذ 4 جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي، وهالجوائز على الاخراج والسيناريو والملابس، وسالم ابو ريشة اخذ جائزة احسن ممثل. شو ابو سعاد؟ مبين ما طلع لنا شيء. دخيلك وشو بده يطلع لنا يعني؟ ايه على القليلة يقلعوا عيوننا بشقفة جائزة، لعما ضربن على هالشغلة. شبكي ام سعاد؟ هاي الجوائز للفنانين بس، أنا فنان شي. بدك الصراحة بابا، أمي معها حق، يعني ليش متجاهلينك كل هالقد؟ أنا ما عم بعرف. لا دعوك على الندوة ولا دعوك على حفل تكريم أسرة العمل ولا في صحفي داس عبد بيتنا.
بقى ليش كل هالتجاهل والتقصير؟ ما عم بعرف بابا. اذا هنن ما عم يتذكروني يصطفلوا شو يعني؟ روح انا لعندهم وقول لهم ليكني انا محمد الشامي المجاهد. بعدين انا ما حاربت ضد فرنسا مشان اتبروز واطلع على التلفزيونات وينحكى عني هون وهون. انا عملت واجبي بابا، عملت واجبي اتجاه وطني وبلدي، يعني ما لي منية على حدا. بقى يصطفلوا ان تذكروني او ان ما تذكروني ما بتفرق. بابا مو مكتوب ايمتى رح يعرضوا الفيلم عنا؟ بلا بابا، الافتتاح الخميس الجاي بصالة سينما الرازي. ايه اخي ابو سعاد، ما بدنا نحضر هالفيلم بمعيتك. ليش لا؟ بنحضره. امتى؟ امتى ما بنكون؟ اصبح اليوم المساء. بنروح على حفلة الساعة 6، ماشي ابو سعاد؟ ماشي، اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. يا اخي اللي بيحضر مع بطل الفيلم غير شكل. شو قصدك؟ مين بطل الفيلم؟ ايه انت سيدي، مين بده يكون لك؟ لا يا جماعة، غلطانين كتير. أنا مو بطل الفيلم، البطل هو سالم أبو ريشي، هو يلي تشرت بالجبال والبراري، هو يلي أكل ورق الشجر لما جاع، هو يلي حارب المستعمر الفرنسي وتصاوب 4 مرات، وهو اللي خطف ضابط فرنسي وسحبه من قلب الحامية مثل ما بيسحب الشعرة من العجين، هو اللي انحكم بالإعدام حكم غيابي، هو اللي روع المستعمر الفرنسي مو أنا. هو البطل سالم أبو ريشي مو أنا. مو أنا. يا سلام، شي حلو كثير ما شاء الله. انتظروني هون حتى ادبر لكم محلات. ايه نقيهم بالصف الاول. ها لا، شو الصف الاول، انت الثاني. شو فايتين على المسرح؟ نحن بالمسرح بيعدوا بالاول مشان يشوفوا، بس السينما لازم يقعد الواحد بالصف الاخراني بيشوف احسن. اصبح نقيهم بالصف الاخير، ما مشكله. طيب ان شاء الله ان شاء الله. شو أبو سعاد؟ حجزت لنا محلات؟ ما في محلات يا أبو مصطفى، ما في محلات. لي محل منوب، يبدو انه هذا الممثل مو بس لعب دوري، اخذ محلي كمان. الحمد لله، طولت علينا الغيب يا بي، اشتقنا لك. شو بدنا نساوي يا بي؟ هيك الظروف حكمي. تفضل يا بي، تفضل. تفضل يا بي يا نور عيوني. انت عمر صالح. عمر صالح، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا اهلا. اهلا مرحوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لساتك جاذبة وماشي؟ اهلا اهلا. خذ خذ ولك خذ خذ، ادعي لنا. كثر خيرك عمر صالح. حتى نتبارك بشهادة. هات عندك صالحات. يلا يلا ولك. يا هلا بي. يا بي والله انشغل بالنا عليك كتير، يعني معقول تغيب سنتين واكتر وما تبعث لنا فيهم ولا حتى شفت مكتوب؟
شو هالحكاية؟ بس أنا كنت عم ببعت مكاتيب مع أبو نظمة. الله وكيلك ما وصل شيء، حتى أبو نظمة ما عشفنا خلته بالمرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأني عم قول لحالي ليش ما عم تردوا على المكاتيب؟ على كل حال بسيطة، هلا خسرت بيناتكين ويلي راح راح. قل لي شو اخباركن يا صالح؟ الحمد لله يا ابي الحمد لله، كل شيء تمام. الحمد لله، يعني ما صار شيء معك انت بغيابي؟ لا لا يا ابي الحمد لله كل شيء تمام، بس بس شو؟ ها؟ قل لي قوام، صار معك اي شيء؟ يا ابي لا لا ما في شيء، بس انكسرت معنا عصاية الرفش. وقفت لي قلبي، بسيطة، عصاية الرفش قال افتكرت في شيء مهم يعني. لا لا يا ابي ما في شيء، كل شيء تمام. الحمد لله. طيب، كيف لحتى انكسرت معك عصاية الرفش؟ يا ابي انكسرت العصاية لما كنا عم نحفر قبر لبقرتنا الحلوب. ليش بقرتنا الحلوب ماتت؟ ايه والله ماتت يا ابي، ماتت بعز شبابها. لا حول ولا قوة الا بالله على هالخبرية. يلا شو بدنا نسوي؟ هيك حال الدنيا. وشلون ماتت؟ ماتت حرق يا ابي، لانها كانت مربوطة جنب بيدر القمح تبعنا لما احترق. ليش البيدر احترق؟ ايه والله يا ابي احترق. لا 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 على هالشغله، وشلون احترق البيدر؟ امر الله يا ابي، شو بدنا نساوي؟ ونعم بالله ما اختلفنا يا صالح، لا اله الا الله، بس شلون احترق؟ يا ابي احترق بغلطه صغيره. وشو هالغلطه بقى؟ اخي الصغير عبود رمى زرزور السيجاره بقلب البيدر قام احترق كله. شو الحكي؟ ليش من ايمتين كان اخوك عبود يدخن؟ ليش ما قلت لك يا بي؟ لا والله ما قلت لي. اخواتي كلهم صاروا يدخنوا من بعد ما امي عطتك عمره. ليش امك ماتت؟ ايه والله يا بي، عطتك عمره من 6 شهور. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وشلون ماتت؟ ماتت من زعلة يا بي. وعلى شو كانت زعلانة؟ على اختي نظمية. ليش بها نظمية؟ ليش ما قلت لك يا بي؟ لا والله ما قلت لي. ترملت المسكينة. ترملت؟ يعني جوز نظمية مات؟ لا اله الا هو الحي القيوم. شلون مات؟ كر عليه التراكتور وقتله. انو تراكتور؟ تراكتور تبعنا يا بي. وشلون كر؟ كنا صافينه بالطلعة قام كر. وكي ابني ليش لحتى تصفوه بالطلعة؟ وين بدنا نحطه لكان يا بي؟ اصلا كله التراكتور ما عاد له لزوم. ليش ما عاد له لزوم؟ لانه بعنا الارض والحصاد حتى نوفي ديوننا. بعتوا الارض والحصاد؟ الله لا يعطيك العافية، الله لا يعطيك العافية. بعدين لمين كنتوا مديونين؟ كنا مدينين 1,000,000 ليرة من المختار. امنتوا بالله على هالنهار؟ ولك ليش لحتى تدينوا 1,000,000 ليرة؟ ليش ما قلت لك يا بي؟ ولك تنقال قوالك، ما قلت لي. دفعناهن دية لبيت الخشاب. وك ليش لا تدفعوا دية لبيت الخشاب؟ ليش ما قلت لك يا بي؟ لك يخرب بيتك، ما قلت لي، يشهد علي ربي، ما قلت لي. يا بي اخي ناظم تخانق هو ابن الخشاب مشان دور المي، وعلى كلمة من هون وكلمة من هون شال عصاية الكريك وسفقوا على راسه وقتلوا. قتلوا لابن الخشاب؟ ما عطس، مات بأرضه. وينو اخوك ناظم هلا؟ وين يعني يا بي؟ بسجن عدرا عم بيقضي محكوميته، بس مو بقيان عليه كتير لأنه بيت الخشاب سقطوا عن حقهم وما صفي إلا الحق العام. أمنت بيغلق على النهار العربي، اسندني دخيلك، الرجلية بقتش تحملني. شبك يا بي، شد حيلك، ما صار شي. لك قل لي بشوف، لسه في أخبار سو بدك تقل لي إياها قبل ما نكمل طريقنا. لا لا يا بي ما عاد في شي أبدا، ولا يهمك، كل شي تمام. بالفعل كل شي تمام.